الحمد لله الحمد لله. بس كان رغم ان مبروك لنادي الزمالك طبعا، ولكن كنت اتمنى المكسب، وكان قريب يعني. بدايه الماتش كانت كويسه، توحي ان احنا نعمل مباراه كويسه، لكن ظروف اللي حصل خطا من مش عايز احمله اكتر من منطقته. احمد عبد الفتاح حارس صغير ولسه صاعد، ولكن كان الهدف جه في الوقت اللي احنا كنا عاليين في الماتش، والى اخر لحظه احنا برضه بنحاول يعني. كابتن حسام، لو كلمنا عن اسباب تراجع مستوى النادي المصري، هل يكون الاجهاد، هل ضغط المباريات، هل الخروج الافريقي، هل ما حدث من تاثير سلبي على اللعيبه من كلام من عن تفريط فيهم من بعض اعضاء مجلس اداره النادي المصري؟ اولا انت قلت حاجه وفيها تناقض للدوري. يعني انت في اول سؤال ان احنا ادينا كويس واشتغلنا طبعا كويس، ثم رحت قايل ان احنا تراجع مستوى في بعض في المنادي بعض اللعيبه، مش النادي، مش كنادي، مش اصابات مؤثره. انا طالما ادينا كويس بشكل كويس يبقى احنا مادين كويس، لكن الخروج من بطوله افريقيا كان طبيعي ان احنا ممكن نخرج، وارد اي فرقه تخرج. اللعيبه في لعيبه طبعا امكانياتها البدنيه الخبرات بتاعتهم قليله. انا عندي 6 لعيبه عندهم 21 سنه، ف انت مع اللعيبه المصابين مع الايقافات مؤثره، يعني بتاثر الحاجات دي على لعيبه كبار. ما احنا قصدي فرق كبيره زينا، يعني نادي مصر نادي كبير، بس فرق عندها لعيبه وامكانيات كبيره، فطبيعي ان احنا ان في المستوى يقل ويعلى يعني. ولكن احنا ماشيين بشكل كويس. النهارده احنا لسه في المربع الذهبي، واعتبر لنا مباراه مؤجله يعني. وانت كنت موجود في المؤتمر الصحفي اللي اتعمل في بورسعيد في اول السنه، انا قلت ان احنا لو اشتغلنا السنه دي على السادس السابع يبقى دي حاجه كويسه، لكن احنا الحمد لله في مكانه كويسه غير متوقعه. احنا في الرابع، دي حاجه وعندنا ماتش، يعني ممكن في الماتش اللي بعديه ممكن في وارد كل الفرق، في فرق تكسب وفي تخسر، لان فاضل حوالي 11 ماتش تقريبا. لسه كان دوري تاني. انت مش قلقان يا كابتن حسام على فرقتك، اقتناعك بقدرات اللاعبين؟ لا، مش قلقان، لان احنا ماشيين نوعا ما بشكل كويس. في اكيد في لعيبه زي ما انت قلت بتعلى وبتقل، وطبيعي في اصابات مؤثره بتحصل، ايقافات. فانا مش قلقان، لان احنا قال على نادي المصري لو هو بيتعرض لهبوط بس. لكن مع العميد ما ينفعش يتعرض المصري لهبوط؟ يعني على حساب صحتك، بس الحمد لله، لان النادي المصري لا يليق به زي السنين فاتت ان هو يتعرض لمشاكل تحت. فاحنا احنا غيرنا الصوره دي الحمد لله، بقى دي السنه الثانيه ان شاء الله الحمد لله يعني. طب لو اتكلمنا عن ما اثير في الفتره الاخيره والموضوع رحيل بعض اللاعبين والكلام ده كله، هل تحملها مين يعني؟ وخصوصا ان في تاكيدات ان في كلام اتفاقات من بين ناس في مجلس اداره النادي المصري والمستشار مرتضى منصور، تحملها مين؟ وهل لها تاثير على مستوى اللاعبين بعينهم سواء احمد جمعه او كابوريا؟ بص، انا ما حدش وجه لي كلام واسئله على لعيبه وهي تمشي او تقعد، لان طبيعه الحال اللعيبه اللي كلها اللي موجودين عندهم عقود. احملها لمين؟ احملها ان المنظومه نفسها لازم نحترم. اتحاد الكره لازم يعرف ان في تفاوت، خاصه لما يكون لعيب عنده عقد مش حلو اثناء الموسم يعني. ولا لعيب عنده عقد المفروض يتعامل معاه ولا اثناء الموسم يعني. واحنا بنعمل، احنا بنحترم الانديه الثانيه، ودي رغم ان في حاجه ايجابيه كويسه لينا، ان كل سنه النادي المصري في لعيبه بتطلع والناس عايزاها ومطلوبين، ودي حاجه كويسه. بس مش اثناء الموسم يعني. انت لما تتفاوض معاه دلوقتي اثناء الموسم هتعمل ايه؟ هتاخده دلوقتي؟ طب ما انت يعني انت يعني عشان ما تخشش تركيزه يقل. انا عندي مجلس اداره هو اللي المفروض يتكلم بقى، والسيد رئيس النادي يعني. انا مش عايز اوجه نفسي في كل حاجه يعني، او اخش في صدام مع الناس كلها. انا مش بتاعتي انا، الناحيه الفنيه المجلس المفروض ان هو يحافظ على استقرار الناس. في حد
بيحاول ينخرب على الفرقه لعيبه عشان تمشي او لعيبه مش عارف ايه، دي بتاعت اداره، لان انا ليا جزء الملعب جزء فني، مش انا تعبت يعني، انا تعبت مش هفضل اشغل نفسي مع الدنيا كلها، لانك انت لعيبه صغيره بتدي لهم حافز وخبرات وحلول وطرق لعب، ولعيبه مصابه بتحضرهم، فانا مش هخش بقى في كل حته، لكن انا طبيعي اللعيبه هيتاثر ان حد بيتكلم معاه عدم وجود خبرات، يعني هم ما عندهمش خبرات ان هم يعرفوا يتعاملوا مع، يعني الله يكون في عونهم، يعني ما كل واحد لما يجي له تليفون كل شويه انت معايا انت معايا تعال امضي تعال، واحنا عمالين نتفرج عليهم، الناس عمالين يتفرج عليهم، اللي هم احنا تابع لمنظومه والاب الشرعي للكره المصريه والانديه هو اتحاد الكوره، واحنا كجهاز فني بالنسبه بصفه خاصه الاب الشرعي للجهاز الفني واللاعبين هو مجلس الاداره، فمجلس الاداره هو اللي يرد واتحاد الكوره هو اللي يوقف الناس عند حدها. كابتن حسام، طمن جماهير النادي المصري عن حقيقه العرض القطري، ان هو العرض جدي وبمبلغ كبير، وسمعنا كلام كبير ان في تاكيدات ان كابتن حسام ممكن مع نهايه الموسم يرحل لاحد الانديه القطريه، وعارف ان جالك عقد سوري وعقد اردني وعقد اماراتي، ويعني ما شاء الله غير انديه مصريه. خلاص لك انا مش مركز غير مع فرقتي، وزي ما قلت لك هذا الموسم انا عقدي منتهي من نهايه الموسم. جددت فعلا يا كابتن حسام؟ لا لسه طبعا يعني، لكن انا بقول لك ان تركيزي واحترامي للمنظومه المكان اللي انا فيه، ومن حق جماهير المصري وبورسعيد ان انا اكون ملتزم للعلاقه المحترمه اللي بيني وبينهم، فلو في اي كلام عن تجديد عقود او اي كلام ده ما فيش حاجه زي دي حصلت، لكن احنا من نهايه الموسم انا ما اديش فرصه احتراما للمكان اللي فيه ان انا اتفاوض مع حد واثناء الموسم شغال، دي زي ما بقولها للعيبه ما اقدرش ان انا اعملها معايا كجهاز او كمدرب، ان انا اتفاوض من ورا نادي المصري استحاله، الكلام ده مش حتى لو في عروض، والعروض اللي موجوده انا ما بردش على حد وما بتكلمش مع حد، لان انا عندي هدف واحد هو اسعاد جماهير النادي المصري الى نهايه الموسم، بعد نهايه الموسم ساعتها يبقى احنا الكلام، هو ده المفروض الاحترافيه والشغل اللي احنا موجود، لكن ولو في تفاوض وفي اي حاجه حصلت لازم ابلغ احتراما للنادي اللي انا فيه، ابلغ مجلس الاداره ورئيس النادي الاستاذ سمير حلبي. كل الشكر ليك، ويعني اكيد الكابتن حسام عميد لاعبي العالم، انا فعلا يعني الواحد عارف المجهود اللي بتبذله، نقلت النادي المصري نقله كبيره، النادي المصري نادي كبير، ولكن مع العميد اتنقل نقله اخرى، وعايز اقول لك حمد لله على سلامه ابنك عمر اللي كان بيجري اليوم عمليه وامبارح وما رحتش انت لعمر وما اتمنتش على عمر عشان خاطر النادي المصري. رحت له ورجعت طبعا، ده ابني، ولكن كان مش النهارده كان امبارح، لكن ربنا يشفيه وان شاء الله ويشفي الجميع، ولكن لازم الواجب ان انت مع اولادك، لازم الواجب لازم تكون في شغلك، لازم، فانا الحمد لله مشينا في الاثنين. انت راجل محترم، ربنا يخليك، ربنا يخليك، شكرا شكرا. ده كان لقائنا مع الكابتن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري عقب مباراه النادي